السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الطيبون الرائعون، مرحبا بكم في قناة أنا جيت. يوم جديد ونهار جديد ودائما مع الجديد. تبعتوا معنا العالم ديال الباركينغات دائما منذ البداية إلى النهاية، تبعتوا معنا الأشغال ديال الباركينغ ديال كازينو مع تي جي سي من الأول حتى الآخر، وشفتوا الأشغال ديالو كيفاش مشات والعملية ديال البناء والطريقة ديال البناء اللي استعملتها تي جي سي سي، ونفس العملية تبعتوا معنا الأشغال ديال هذا الباركينغ اللي خدموا لنا محسن. محسن إخواني أخواتي شركة من الشركات الكبرى اللي كتبني لنا، هي اللي بنت لنا سوق الصالحين، وكتبني لنا في مدينة العرفان واحد المجموعة ديال المرافق وواحد المجموعة ديال الأشغال. وتبعتوا معنا الأشغال ديال هذا بالضبط كما كتشوفوا إخواني أخواتي منذ اليوم الأول اللي انطلقت به الأشغال من هذه المنطقة من هنا يجي الباب، وتمت العملية ديال الحفر. الفيديو اللي مازال ما شافش الفيديو إخواني أخواتي راه غيلقاه في أول تعليق، الفيديو اللي مشات العملية ديال الحفر منذ البداية والأشغال مشات. غير هذا ديروا ليه لون واحد، شو ديروا ليه لون واحد، ديروا ليه الاورانج مع البيج، وديروا ليه لابوكسي من التحت، وداك الشيء رائع وجميل. باركينغ طلع واعر واعر واعر. الجمعه ان شاء الله غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون الباركينغ واجد ان شاء الله، وغادي يكون حاضر بحول الله. هنايا اللجنه ديال الاستعدادات الاخيره باش ان شاء الله الرحمن الرحيم تتم العمليه ديال افتتاح هذا المعلمه وهذه التحفه. هذه تحفه تحفه. هذا الباركينغ عنده دو زيطاج، عنده جوج ديال لي زيطاج، فيه اماكن خاصه ب هادو ديال ذوي الاحتياجات الخاصه، وفيه اخواني اخواتي المعدات ديال الاغاثه، فيه مصاعد، وفيه الخروج والدخول. عنده مدخل من الجهه ديال شارع مصر، وعنده خرجه من الجهه ديال شارع مصر، دخله من جهه الفوريان والخرجه من جهه باب البويبه، باب زنقه الطاجين، اتجاه مراسات ما فكين عنده الخرجه ديالو. جيت الباركينغ الثاني ديال العلج، الطبق الاول شفتوه والطبق الثاني هو لتحت وريته لكم، وهنا هو يا اخواني اخواتي الطبق العلوي. اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، الناس راه بداو ان شاء الله غدا الجمعه غتبدا العمليه ديال التسجيل، حيت الناس كيبداو يريزيرفيو البلايص ديالهم كما في جميع الباركينغات. جميل جميل جميل، باركينغ واعر، باركينغ واعر واعر بزاف، واعر بزاف 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 بزاف، باركينغ واعر بزاف بزاف، واعر بزاف. كاين هنايا حراس، كاين اللجنة ديال المراقبة، وكاين عندنا إخواني أخواتي الاستعدادات الأولية، وكاين المسؤولين، وكاينين الناس اللي ما كيبغيوش يتصوروا خليهم ترونكيل. غنطلع لكم من هنايا. إذا هذا الباركينغ كيتعتبر إخواني أخواتي واحد المعلمة جميلة ورائعة اللي كتنضاف الجماليات ديال المدينة. هادو البلايص ديال الخاصين شو بالناس ديال ذوي الاحتياجات الخاصه. هاكوك
عنده واحد البلايص ديال لايرياسيون ديال التهويه، دايرين لهم هذوك اللي كيبوطي وارين، وعنده مصاعد، عنده مصاعد، وعنده مصاعد، وعنده مصاعد. تبعتوا معنا الاشغال ديال هذا النفق ديال هذا الباركينغ منذ اليوم الاول، ومشينا معكم تبارك الله ما شاء الله. قدق هو غير البارح، بحال قلت لها غير البارح، غير البارح قدامي فيه. الله يعاونكم متابعين الاوفياء. يا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، ان شاء الله الرحمن الرحيم باركينغ غادي يكون موجود وعلى استعداد غدا الجمعه. اذا غدا الجمعه اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء كونوا في الموعد افتتاح ديال هذا النفق ديال هذا موقف السيارات ديال باب الحد. 500 سياره في انتظاركم، اجيو حزوا الاماكن ديالكم، نمشي لكم من هنايا. شكون اللي باقي عاقل على هذه المنطقه؟ شوف لا فالور، القيمه ديال باب الحد كملت لنا اخواني اخواتي فاش تزاد لنا هذا. غنوريكم من غادي تدخلوا ليه، ملي غادي تجيو من شارع الحسن الثاني عندكم جوج ديال الخرجات، ما تهبطوش من التحتانيه، حيت الا هبطتي من التحتانيه غادي تفوتوا، غتهبطوا من الفوقانيه منين داخل هذيك راهيه. شوف مسؤولين ومراقبين ورجال الشرطه كيجيو هنايا كيفيريفيو كيشوفو شنو كاين. كاين واحد الكوميسيريه هي داروها هنايا، شوف كاين هذا مقدار الناجي، مقهى مغربي هو راه قريب هنايا، حريره عندهم داكشي زواون. وهادو لي زاكسي عندهم، عنده هذا واحد وعنده هذا جوج، هذاك ثلاثه، الاخر لهيه اربعه، هذاك خمسه، كاين فيه تقريبا واحد السبعه ديال المداخل الرئيسيه. المدخل ديالو اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء ما تهبطوش معايا ديك راه انتيردي لفتو، صافي راه ما عندك ما دير، خصك تطلع حتى الشواد على الدور، ومن هنايا هي الدخله ديالتو كتجي ديريكتومون، صافي كتهبط من هنايا فين واقف لينا السيرفيس ديال الباركينغ. هما التنظيف والعمليه ديال النظافه هما خدامين فيها، ومرأب تبارك الله ما شاء الله في جميع الشروط، في طواليطات، في كل ما هي حاجه ما شاء الله. الدخله هي هادي شو، ونزيد بكم تلي نوريكم الخرجه فين كاين الاشجار ولا البلاصه كلها تقدات. الخرجه اخواني اخواتي راه هي من اللي فين كاين هذيك القيف تما كاينه، فين كاينه كتدخل كتستاسيوني كتخرج من ليه. اذا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء خديتو فكره، عرفتوا شنو كاين، خليتكم على خير، وما كاين غير الله الوطن الملك وانا مشيت.